السلام عليكم. اليوم نعرفكم بإنتاج الرخام في الجزائر عبر 3 مصانع لإنتاج الرخام، واحد منهم يعتبر واحد من أكبر يعني المركبات لإنتاج الرخام في إفريقيا، واللي يوجد بتمن راست، واللي تابع إلى مجمع حسناوي. إذن واحد منهم وزوج تجارب أخرى لمركبات لإنتاج الرخام يكون من تبسة وجانات، وهذو ثلاثة من يعني وهذو ثلاثة من بين عدد كبير من المصانع لإنتاج الرخام في الجزائر. وبدون إطالة نخليكم مع الفيديو، والسلام عليكم. هنا ببلدية سيدي علي بن يوب بولاية سيدي بالعباس يتواجد أكبر مصنع في إفريقيا لإنتاج الرخام، مصنع تامستون التابع لمجمع حسناوي، من بين الأوائل عالميا بمساحة تقدر ب5 هكتارات وبطاقة إنتاج تزيد عن 10,000 متر مربع لليوم الواحد. من أكبر وحدات تحويل الرخام والجرانيت في إفريقيا، ومن أكبر الوحدات في العالم بتقنيات جد متطورة. المصنع أشأناه على مساحة حوالي 7 هكتارات، منها 45,000 متر مربع مغطات. أزيد من 400 عامل ومادة أولية تأتي من ولاية تمن راست، يتم تحويلها بطرق عالمية وبآلات جد متطورة إلى رخام مصنوع بأيادي جزائرية 100%. الحجارة لما تدخل للمصنع تتحول على تمر على عدة مراحل، منها المرحلة الأولى معاينتها، المرحلة الثانية تنظيفها ووضعها على الماكينات الأولى لتقطيع لاستخراج الألواح بما يخص المارد والجرانيت. نحول فيه الرخام والجرانيت الجزائري من اللي نجيبوه من ولاية تمن راست ونحولوه هنايا من الكتل إلى القطع صغيرة. طاقة الإنتاج هذه المؤسسة حوالي 10,000 متر مربع في اليوم. نوعية الرخام والجرانيت نوعية جيدة ممتازة ويمكن تصدرها، يمكن تصدر. احنا في أول مشروع بدينا باش نكفوا بالمنتوج المحلي، نكفوا لا دوموند ناسيونال، وإن شاء الله نروحوا في الإكسبورتاسيون. مصنع الرخام لمجمع حسناوي مشروع استثنائي يهدف إلى تطوير الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي للجزائر، ولم لا الدخول إلى السوق العالمية، وهذا ما توليه الحكومة الجزائرية أهمية كبيرة للتخلص من التبعية النفطية. نحن هنا بأتول، موقع خاص باستخراج الجرانيت والرخام، وهو من بين أكثر من 20 موقعا متضمنا لأجود أنواع الجرانيت بولاية تمن راست. كمية استخراج المادة فيها يعني المستغلة، ماهيش المادة اللي نخرجوها كاملة، تقريبا 25% ماكسيموم. المحجرة حاليا راهي ماهيش تخدم كما نقولوا احنا بينكم الفور، انا يا ربي 2-3 عباد لهنا ماكسيموم. علاش؟ لانه اول مشكل عندنا هو لو كونسومابل، يعني الماده اللي نحتاجوها باش تقص الحجر، هذه كلها نجيبوها من الخارج، وللدرك كل شيء مقفول. وهي الماده الاوليه والطبيعيه التي تحول بعدها الى 4 انواع من الرخام بهذا المصنع الذي يضمن منذ انشائه عام 2017 قدرة إنتاجية تقدر ب 900 متر مربع يوميا. جينا باليوزين هذه كانت بروغرامية 10 مرات اليوزين هذه، ولكن كنا ما نجموش نديرهم لأنه هنا الكمية صافي لي كاباسيتي نتاعهم تاع صون الغاز ما تكفيش باش تعطينا 20 ميجاوات. عندنا منتوجنا اللي قادرين غدوة كون يعني تتحل بربي، تتروح الأزمة هذه وتتحل ونخدموها فريمون يعني كما نقولوا ماكسيموم 100%، نجموا نروحوا حتى للتصدير. جودة ونوعية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وآفاق مفتوحة نحو التصدير، والأهم تقليص فاتورة استيراد هذه المادة. من إدارة لإدارة ومن مكتب لمخبر لمكتب،
طيلة ربع قرن كان الحجم المصري يجري للحصول على رخصة للتنقيب واستخراج وتسويق الرخام وحجر الزينة. أخيرا تحقق الحلم حيث بدأ في عمله بمنطقة السن بمرتفعات ولاية تبسة التابعة إداريا لبلدية بير مقدم. تجاوزنا كل الصعاب، حضرنا كل الوثائق، كل الأمور الإدارية، كل الوثائق، كل التحاليل التي لا ما تعقناش في العمل نتاعنا وتخلينا دائما أننا مرتاحين مع الزبون نتاعنا في التحاليل في الوثائق مع الإدارة، ونحترم القانون ولو أن تكون عندنا فربما نقايص، نحن نحترم القانون ونحن دائما نرغبوا أشكون اللي وجهنا. الحاج مصعي بدأ عمله من خلال الاعتماد على آلات حديثة عبر استخراج واستغلال الأحجار بطريقة عقلانية تحمي البيئة، مستخدما تقنية الحفر والقطع بواسطة الماء. المشروع في مراحله الأولى يعتمد على أيدي عاملة مؤهلة وكفاءة أجنبية في انتظار توظيف المزيد. ما نستعملوش الانفجارات وما نستعملوش البارود من أجل استخراج الحجارة، الطريقة اللي رانا نخدموا بها صديقة للبيئة، طريقة سهلة، نخرجوا لي بلوك دير هذم عن طريق التقطيع بالفيل ديامو. ما نطمح في المستقبل أو في القريب المتوسط لتشغيل أكثر من 35 إلى 40 عامل. الآن في أمس الحاجة نوجه ندائي للمسؤول الأول في الولاية والسيد الوالي أن إذا كان يستطيع يزورنا ويشوف الإمكانيات اللي رانا موفرينها. رغم الصبر لخمس وعشرين سنة والفرج الذي جاء أخيرا، لا زالت بعض العراقيل التي يتمنى الحاج مصعي زوالها وعلى رأسها السماح له بالبحث والتنقيب عن مصدر للمياه وتزويده بالكهرباء، حيث لا يزال يعتمد على صهاريج المياه ومولد كهربائي يعمل بواسطة المازوت. قرب جانت يوجد أول مصنع للرخام. هذا المصنع المتطور ينتمي لمجمع نور، واستخراج صخوره يتم من المحاجر المحيطة له. انطلق العمل بالمحاجر قبل حوالي سنة، حتى إن المرحلة الأساسية الخاصة بتحضير قطع الصخور قصد تحويلها قد بدأت. اليوم نستطيع الشروع في إنتاج ألواح الرخام والتحويل النهائي لها لتقديم منتجات رخامية متعددة. نستطيع إنتاج متوسط بين 1000 و 1500 طن، والتي يمكن أن تصل حتى 6000 طن خلال 24 أو 48 شهرا القادمة. عبر هذه المحاجر الممتدة على مسافة 30 هكتارا يتم استخراج العديد من المنتجات بألوان مختلفة على غرار الرخام والجرانيت والحجر الجيري. اخترنا الاستثمار محليا هنا لنكون بالقرب من هذه المحاجر ولتقديم منتجات نهائية من هنا ثم تسويقها. لهذا لدينا استراتيجية لصناعة نقية، لدينا الماء والأرض وهي إمكانات هذه المحاجر الموجودة منذ أجيال. الآن نصل إلى نهاية الإنجاز، وفور انطلاق بقية المحاجر سنعمل على التوسعة المبرمجة على مرحلتين من أجل زيادة الإنتاج واستهداف التصدير أساساً. هذا المشروع الوحيد في كل المنطقة يشغل حوالي 500 شخص ويوفر حوالي 1500 طن شهريا لمنتجات متنوعة للبناء أو التزيين.